الماليزيا عامله ايه النهارده؟ الحمد لله احلى من كينيا والله. الناس كلها قاعده يا حسيني يا حسيني. انا قلت بقى الحسيني ده اللي هيجيب الخلاصه. الناس دي كلها مستنيه تعرف دكتور الفيزياء اللي بيذاكر لنا على الهواء. اللي بيذاكر لنا على طب الطب ده. لا 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 كده المعلومه شكلها كانت في محلها. كله قاعد يقول لك الحسيني الحسيني. فانا قلت بس الحسيني اللي هيقول لنا الدنيا اخبارها ايه. الامتحان كان احلى من كينيا؟ طيب ما اعرفش ده اللي خلى ارشميدس يطلع قانون ميه صح؟ هو ده. انا ادبي ماليش دعوه بالحاجات دي. أدبي. انا ادبي. طب وانت يا زعيم؟ تمام الحمد لله. الامتحان كان ايه؟ فيزياء ولا تاريخ؟ لا فيزياء. فيزياء. الامتحان كان عامل ايه؟ كويس الحمد لله. تمام. احلى من الكيمياء؟ احسن يعني النهارده الدنيا احسن يعني. كان كام سؤال؟ كان حوالي 46 سؤال. التركات في كام سؤال؟ يعني التركات يعني في اسئله بيبقى فيها تركه تركتين كده يعني. تقريبا نسبتها قد ايه؟ نسبتها التلت مثلا؟ ولا هي نسبه اعلى من المتوقع يعني اللي هي 30% يعني قلت منها شويه. انت عملت ايه؟ والله بص قول ترشوف والله ظبطنا الامتحان. مين؟ قانون ترشوف. دي بص كان جه عليه ثلاث اسئله اي رقم مضمون الامتحان بجد. انا بامانه لا هم هدي اسمه ايه هو عشان نشكر الراجل اسمه ايه بتاع القانون ده صاحب القانون اسمه قانون ايه؟ كرشوف باين. قانون كرشوف باين؟ ادبي بعد باين؟ ادبي اصلا. شفت انا بتوع الادبي دول مقلقين. ايه اخبار الامتحان ايه؟ طمني. كان صعب. كان صعب قوي. كان صعب قوي 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 قوي. تاريخ ولا فيزياء؟ تاريخ. تاريخ وصعب قوي. مشكلة كبيرة. ايه اصعب سؤال جاك النهارده؟ تحرير محمد علي في المقالي. تحرير محمد علي في المقالي. عندنا كلمة تهم من اناوش. بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كان اسمها ايه بقى؟ ايه الفجر. طمنا يا زعيم انت لسه خارج. ايه الاخبار الفيزياء ولا تاريخ؟ انا فيزياء. لا تاريخ. فيزياء. طب اخبار الفيزياء ايه؟ هو الامتحان حلو شويه. الامتحان حلو. عوض الكيمياء؟ لا قوي برضه. مش قوي بس هو كان احسن من الكيمياء انما ما عوضهاش يعني. المهم طيب انت يعني النهارده كان الامتحان كام سؤال؟ كان تقريبا 46. طيب كم منهم صعب او كم منهم تريكات يعني؟ عشان كم واحد منهم تحرجوش يا راجل. لا معظمه طبعا بيبقى لازم يبقى تريكات. يعني نسبته مثلا نسبه التريكات الربع التلت مثلا النص نصه يا كتير بقى. ماشي بالتوفيق. لا 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 مفيش حد اهو الراجل اهو مفيش حد دخل معانا. ما اللي يعمل مداخله على الفجر لازم على طول. السنه اللي فاتت دخل جامعه خاصه والسنه دي بقى بس دخل بس صيدله. يلا طايق.